منسقية مشاريع التشغيل تدخل في إطار مشاريع الإصلاح الحكومية وتنفيذ التزامات رئيس الجمهورية. هذه المنسقية التي تجمع جميع مبادرات تمويل مشاريع التشغيل خصوصاً ذوك اللي يعنوا الشباب في هيكل التسيير واحدة تحت وصاية وزارة التشغيل والشباب والرياضة في إطار البرنامج الوطني للتشغيل. منسقية مشاريع التشغيل داعمينها أكبر المؤسسات المالية الدولية كيف البنك الدولي وبنك التنمية الإفريقي والاتحاد الأوروبي. وظيفة المنسقية هي الاستقبال، الاستعلام، التوجيه والمرافقة للشباب حاملين الشهادات اللي عاطلين عن العمل، اللي ما عندهم شغلة، اللي ما قراوا، اللي ما حصلوا على تكوين، والله اللي وضعية شغلتهم ما هي مستقرة. لين توصل للمنسقية اسحب تذكرة من الصراف الآلي وحاني الحق دورك. لين يظهر رقمك على الشاشة قيس الشباك ذم لهي تجبر موظف يفحص ملفك ويوجهك لمستشار التشغيل. المستشار لهي يفحص ملفك ويحلل معاك احتياجاتك. عقب لين يستلم ملفك ويصادق عليه لهي يحول للمعالجة والمتابعة في القسم المعني اللي لهي يتولى المهمة ويعدل البحث اللازم لتلبية طلبك على أفضل وجه. إذا يكتمل البحث لهي يتصل بيك الوكيل الإداري. في نفس الوقت المنسقية توفر لي مساحة للاحتضان إياك يجبر فيها الشباب المساندة اللازمة لمشاريع إنشاء المؤسسات. الحاضنة هي رافعة حقيقية للشباب وأعمالهم التجارية وتقدم لهم الدعم على شكل وسائل لوجستيكية، استشارات وتمويلات. الحاضنة توفر للشباب فريق من الأخصائيين كلهم يتمتع بكفاءة خاصة. الشباب عندهم فرصة ولو جديد، عمل جماعي، تدريب، تكوين، خبرة والتواصل. بفضل منسقية مشاريع التشغيل يمكن للشباب الاندماج في سوق العمل. منسقية مشاريع التشغيل في خدمة تشغيل الشباب في موريتانيا.